أهلا بكم من جديد. غادر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو القاهرة في ختام زيارته التي استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث معه عددا من الملفات المشتركة لدعم التعاون العسكري بين البلدين. أشاد الرئيس السيسي بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مصر بروسيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون معها في جميع المجالات خصوصا المجال العسكري. ونوه السيسي إلى الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة. عقد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي لقاء مع نظيره الروسي سيرجي شويغو لبحث تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة في ضوء الحرب على الإرهاب والجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. ووقع الوزيران على عدد من بروتوكولات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا الحدث الإرهابي الذي استهدف فندق إقامة القضاة بالعريش إلى 7 حالات وفاة و8 مصابين. وأوضح مجاهد أن حالات القتلى 2 من القضاة و4 من وزارة الداخلية ومواطن مدني. وقد تبنى ما يسمى بولاية سينا التفجير الإرهابي الذي وقع أمام فندق سويس آن صباح اليوم بمدينة العريش. حاول الإرهاب أن يرد على نجاح وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات البرلمانية، لكن قوات الأمن لم تعطه الفرصة وأحبطت محاولة اقتحام لفندق يقيم فيه القضاة المشرفون على الانتخابات في العريش. فنقلا عن وزارة الداخلية، اقتحم انتحاري يقود سيارة مفخخة الحاجز الأمني للمدخل الرئيسي للفندق، ما دفع قوات الأمن لإطلاق النار عليه، ما أسفر عن انفجار السيارة في محيط الفندق. كما حاول انتحاري آخر دخول الفندق، إلا أن قوات الشرطة تبادلت معه إطلاق النيران، ما دعاه إلى تفجير حزام ناسف كان يرتديه. وحسب المعاينة الأولية فالانفجاران نتجت عنهما أضرار بالفندق وواجهات الزجاجية، وسرعان ما تعاملت قوات الأمن مع الحادث ونقلت القضاة المقيمين في الفندق إلى مكان آخر لم يفصح عنه، وفرضت طوقا أمنيا في محيط الانفجار وشكلت فريقا بحثيا لملاحقة الجناة والمتورطين. كما تحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة بالفندق لتفريغها ومعرفة هوية الجناة، ووجهت مأموريات أمنية على مستوى محافظة شمال سيناء لاستهداف العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون. شيرين مجدي، النهار اليوم. هذا وقد أثار الحادث ردود فعل مستنكرة من قبل مؤسسات الدولة، فقد أدان الأزهر الشريف الهجوم وأكد أن ذلك لن يرهب قضاة مصر الشرفاء أو يعيقهم عن مواصلة دورهم الوطني. كما أدان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أدان الحادث مؤكدا أن جماعات التطرف والإرهاب تسعى جاهدة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وأن الشعب يقف صفا واحدا أمام تيارات العنف التي تفسد في الأرض. من جانبه أكد نادي القضاة أن الحادث لن يثني قضاة مصر عن القيام بواجبهم تجاه الوطن، وأنهم مستمرون على الدرب مهما كلفهم الأمر. اللجنة العليا للانتخابات أكدت تعهدها باستكمال ما بذله الشهداء من جهد ومن دم لبناء مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال الاستحقاق الثالث من خارطة طريق الوطن.